رام الله الى دبي. ها نعم. على فكره انا على سيره رام الله، انا حلم حياتي زور الضفه الغربيه. انا طبعا زرت فلسطين غزه، كانه بسعى الى الى الى, إلى مثل ما بيقولوا جواز سفر ثاني بس حتى اقدر ادخل على وشوف هذه المناطق المقدسه، القدس، رام الله. ان شاء الله يكتب للجميع يا رب، ما تعرفوا ايش كاتب لنا، ان شاء الله ما نحتاج ونفوت كلنا الى ان شاء الله. امين يا رب. راح نروح لموضوع اخر مشاهدينا، حيث راح نروح لشخصيه تهوى الرسم منذ نعومه اظافرها ولم تكن تتصور انه تعرض لوحاتها في يوم من الايام وينه في المتحف الوطني في العاصمه سانتو دومينيغو، فقد استطاعت الفنانه التشكيليه ثريا ابو نبعه ان تشق طريقها بالثبات وان تعطي لنفسها هويه خاصه بها هي فقط. كل هيدا من خلال توظيف اشكال خلايا بيولوجيه دائريه لتجمع بين العلم والفن. اخر تقارير الزميله ناديه بالبيسي عن تميز ونجاحات العرب بالعالم بشكل عام وتحديدا بجمهوريه الدومينيكان، حيث كان لها زياره بترصدها لنا بالتقرير التالي. من بعدها طبعا ناديه تنضم الينا مباشره من واشنطن. في ورشة عملها في قلب العاصمة سانتو دومينيغو، تضع الفنانة التشكيلية الشابة ثريا أبو نبعة بصماتها المميزة على لوحتها المنمقة بخلايا دائرية وتفاصيل دقيقة. تقول أنها جميعا تعبر عن أحاسيس وصراعات نفسية في داخل كل شخص منا، لكن ولأن الفن تشكيلي فيمكن للمشاهد أن يرى ما يريد رؤيته. أبو نبعة ورغم سنها الصغير إلا أنها استطاعت أن تترك بصماتها المميزة في عالم الرسم من خلال معرض خاص بها يعرض الآن في المتحف الوطني في العاصمة سانتو دومينيغو. عندما تقترب من نقاط الاتصال ترى أشكالا لها إحساس سريالي كالحلم، أحول الوجوه إلى أشكال وأشكل من شبكة الخطوط وجوها. بعض اللوحات تحمل خطوطا عربية، ترى الفنانة أبو نبعة بأنها قد تكون قد ولدت في الذاكرة المخبأة، فهي مولودة في فلوريدا وتعيش في جمهورية الدومينيكان، لكن والدتها لبنانية ووالدها فلسطيني الأصل، وقامت بعرض لوحات لها في الأردن وقطر وتأمل أن تعرض في دول عربية أخرى. أنا مهتمة جدا بالعودة ليس فقط إلى الأردن بل دبي ولبنان وسوريا ومصر أيضا، أريد العودة إلى جذوري لأعرض أعمالي وأرى رأي الناس هناك. ثريا أبو نبعة بدأت الرسم في سن 8 والتحقت بكلية الفنون الجميلة في باريس ثم دورة في فن النحت في البندقية في إيطاليا، وهي تربط في رسمها ما بين علم البيولوجيا والفن التجريدي لتمزج بين عالمين متناقضين، مما يعطي لوحاتها قيم جمالية خاصة بها. في هذا المعرض تحاول الفنانة ثريا أبو النبعة أن تظهر لنا التحديات والصراعات التي تدور في داخل الإنسان من خلال استخدام تقنيات ونماذج معينة في هذه اللوحات. وتظهر لنا اللوحات المعضلات والتباين في اتخاذ القرارات من خلال خطوط متعاكسة توظفها أبو نبعة بمهارة داخل العقل، مستخدمة خلفية بيضاء وقلم رصاص. نادية البلبيسي لصباح الخير يا عرب من المتحف الوطني في سانتو دومينيغو. طيب ناديه غير جاهزه في خطا تقني، لبما تكون جاهزه رح ننتقل الى موضوع اخر. يسعى الكثير من الناس ومن كل الطبقات والمستويات لاجراء تجميل بجزء معين من الجسم، فهذه العمليات تكون احيانا لكسب مزيد من الثقه بالنفس او باغلب الاحيان بتكون حاجه نفسيه ملحه. فعلا مشاهدينا، الجمال والإحساس بالرضا عن النفس يعطي تحسينا في الأداء وتأقلما مع المجتمع، لكن بعض الأحيان هناك فهم خاطئ للجراحة التجميلية. الكثير من العمليات التي نقوم بها تحت بند التجميل هي أصلا جراحات ضرورية. المفهوم القديم لعمليات التجميل إما أنها